هسه احنا بهولندا راح نطبل المانيا حتى نرويكم شلون الواحد يعبر الحدود بين المانيا وبين هولندا. احنا ما عرفنا بس الجي بي اس قال زينها غنزش انك غنزها معنا راح نطبل الحدود بعد انه 1.4 كيلومتر ونطبل اخن يعني نطبل المانيا. هسه راح اصور الفرق بعدنا 1 كيلومتر. طبعا احد الفروقات انه الخطوط السريعة بهولندا كلها انارة بالليل وبالمانيا ماكو اي انارة. عبالك واحد عبالك الكهرباء طافية. 250 متر، 140 متر، 100 متر راح نطب مدينة اخر، راح نطب المانيا. باع الفرق شوية لون بالشارع. هاي هاي بندس ريبابليك دوتشلاند. طبينا المانيا. هاي هاي لا سيطرة ولا بطيخ اللافتات شوية صارت شوية تغير الديزاين مالتها، شوية زادت القسات، شوارع هولندا تخبل، وهاي شوارع مال جلوفة ولا عمود كهرباء ولا ضوء بالشارع، كل شيء ماكو، صافية دافية. هاي هذا الفرق. سيداتي أنساتي سادتي، كنتم معنا في بث مباشر من اختراق الحدود الأوروبية. شكرا جزيلا لكم.